أنا جاي أعبي مية، فيش عندنا مية، وصلنا لوضع مأساوي يعني تحت الصفر. الوضع كارثي بكل المقاييس، كل أغلب المحطات وأنا بمر عليها مسكرة. وهيني جيت هين برضو بدي استنى دور عشان أمسك دور عشان أشرب أنا وأولادي. انت بتخاطر في حياتك، قاعد بتيجي من مناطق عشان تعبي، تضمن ايش حالك، تروح ما تروحش، تنقصف ما تنقصفش، هذا كله بيد رب العالمين.